السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الصفحات على الفيسبوك كذا صفحة نزلت الصورة دي، والصورة دي حقيقية مفيش فيها فوتوشوب ومفيش فيها أي خدعة ومفيش أي حاجة خالص، فعلا الصورة بالشكل ده مجمع سكني حديث في صحراء الدوحة. ففي كذا حد من سكان قطر استغرب لأن مش متعودين على كده، لازم بيكون في نسبة من الأشجار، فكتبوا إنها مش موجودة. فأنا حطيت الرابط بتاع موقعها على الخريطة وأوريها لكم دلوقتي. ده اللي انا عملته، تمام؟ لا يا اخوانا، المكان ده فعلا موجود، وفعلا موجود، وانا كنت شغال في مشروعين كبار جنبيه، فانا عارف المكان ده. ففوجئت ان في ناس متضايقه. انت اللي بتدافع يا اخوانا؟ انا بدافع ولا بهاجم؟ انا بقر ان الصوره حقيقيه، بقر ان المكان ده موجود، تمام؟ يعني كل اللي انا عملته ان لقيت ناس كتيره بتنكر، فحطيت الرابط يا اخوانا المكان ده موجود. ده سيبكوا، ان لو دورت عليها هتلاقيها منتشر جدا على الفيس. طيب تعالى نشوف المكان دوت ونفهم ايه الفكره فيه. طب هندخل على جوجل مابس. انا شغال في حاجه اسمها اوبن ستريت ماب، فخرائط كتيره بعملها في مصر وفي السعوديه وفي قطر، يعني عارف الاماكن. طيب خلينا ندخل على جوجل مابس ونشوف. هو ده المكان، تمام. وفي كلمة جميلة جدا: لا توطن نفسك على المعارضة بلا إنصاف، فدوام الخلافة من الاعتساف، ولا توطن نفسك على الموالاة بلا استحقاق، فدوام الوفاق من النفاق. دي كلمة شيخ الشعراء الله يرحمه. مفيش حاجة اسمها بلد كاملة مفيش فيها مشاريع بدون غلطات. أنا اشتغلت في مشاريع كتيرة وعارف إن فيها غلطات، يعني ده في المطبخ، عارف المشاريع، في مشاريع كتيرة جدا موجودة في كل الدول، يعني حتى ألمانيا نفسها مشروع المطار اعملوا سيرش عنه كان يعتبر واخد جايزة أسوأ مشروع في العالم، وده في ألمانيا، تمام. ده المشروع هوت. ولو جينا نبص هنلاقي فعلا في مساحات خضراء موجودة، بس يمكن الكاميرا ما لقتهاش، لكن هي في أماكن كتيرة خضراء. ده المسجد في خضرة، ممكن يكون محتاجين نزود الخضرة، مفيش مشكلة، تمام. وحتى لو دورت في الصور هتلاقي صور جميله جدا في خضره، تمام. ده مش معنى كده ان المشروع خالي من الاخطاء او لازم نبحث عنه ولازم، لا، اي مشروع بنستفاد جدا لما نناقش المشروع بعد ما يتبني ونشوف ايه المشاكل اللي فيه والحاجات دي كلها. بالمناسبه لو عملنا زوم كده هنلاقي جنبيه هنا استاد، اشتغلت انا في حاجات صغيره فيه، حاجات خاصه بالستيل، ودي الملاعب اللي حواليه. طبعا اغلب الاستادات الكبيره يعني ممكن ميبقاش فيها مباريات بعد كده، فغالبا هيستخدم استادات اخرى، ممكن يبقى في احتفاليات او في يتحول لفندق او يتحول، يعني هيعيد استغلاله، وفي استاد واحد بس اللي هتفك بالكامل ويتم اهدائه، تمام. ده اشتغلت فيه، واشتغلت في مول في قطر، فالمشروعين جنبي، فانا عارف المشروع دوت. وتاني وتالت ورابع، مفيش دوله المشاريع بتاعتها كلها وحشه، ومفيش دوله المشاريع بتاعتها حلوه، بس يمكن بنتك شويه على بلدنا عشان احنا نفسنا بلدنا تبقى احسن بلد. لو انا ماشي جنب قهوه وشفت ابني هسيب الناس كلها واتخانق مع ابني، لان نفسه يكون هو احسن واحد. واحنا بننتقد لما بنلاقي حاجه فيها مشكله، انما في حاجات كتيره جدا في مصر مشاريع حديثه كويسه جدا، واتصورت فيها ورحت فيها وعجبتني، ولو في حاجه وحشه بنقول بس يعني ايه يا اخوانا، يا ريت. انا زائر عادي لان متخصص ولا حاجه، بس في حاجه عايزين نغيرها. المول قطر ده انا اشتغلت فيه، كان موديل بيم تقيل قوي، لذلك احنا قسمناه تقريبا 16 جزء عشان نعرف نشتغل عليه، لان المشروع ضخم جدا. ده اقرب مشروع للمكان اللي احنا بنقول عليه دوت. في بقى ميزه انا عامل فيديو ده عشانها في جوجل مابس، شايف دي؟ لما تدوس عليها كده، تمام، يبدا بقى ايه يوريك المسارات، بحيث ان انت تبدا تختار المسار وتقدر تشوف المشروع من بره. كنت لسه بعملها النهارده للاهرامات، كان عاملها بالشكل دوت، تمام. فلو انت عايز تشوف ممكن تقف هنا فيبدا يوريك صوره كانك انت موجود فوق دي عربيه بتمشي وبتصور المكان من حواليها، فيوريك المول بالشكل دوت. ده يعني ميزه جميله جدا. في مثلا
مكان سياحي عايز زوره ومش عارف هل هو حلو ولا لا. فبدل مفاجأة بعمل الطرة ديت بحيث ان انا ابقى شايف، وكل شوية ممكن تقول له طب انا عايز اقف هنا، ده البوابة الرئيسية. تمام، لو استنى على شوية الصورة تحمل هتشوف قطر مول بشكل ضبط. تمام، فممكن تسمع عن حاجة وتروح تفاجأ بان مش بنفس الجودة، لكن هنا دي الكاميرات بتبدأ تصور اللي انت عايزه. مثلا جالك مشروع مثلا في اي مكان، تقدر تدخل وتشوف هل فعلا المكان زي ما هما بيقولوا ولا لا. من ضمن المشاريع برضو اشتغلت فيها كان مشروع في الخور، حديقة حيوان باندا، من الحاجات النادرة يعني ان انت تلاقي حديقة حيوان باندا في قلب الصحراء او منطقة يعني فيها حر. فخلينا نبص عليها كده. ايوه، ده المشروع اللي انا اشتغلت فيه. ميزة بقى الموضوع ده ان انت تقدر تيجي تقف هنا فتشوف المنظر كأنك موجود هناك، في حد ماسك كاميرا 360 ومصورها لك. تمام، فتقدر تلف كده. ده المسجد، وحتى اليوفط ما شاء الله واضحة. تمام، وتلف لحد ما توصل وتبدأ تمشي جوه المكان لحد ما توصل للحديقة. وممكن تلاقي حتى تدخل جوه وحضرتك الحيوان تشوفها هل فعلا نظيفة، هل فعلا جميلة، كل الحاجات دي. لأن الموضوع مش السعر بس، يكون في حاجات كتيرة تهرج الأولاد في المكان ده ولا لأ. تمام، طيب ممكن تقفل كده. فممكن أي مشروع اشتغلت أنت فيه أو هيتعمل، ممكن قبل ما تسافر المكان ده تبدأ ان انت تبص عليه. وان شاء الله يعني نتمنى يكون كل المشاريع الموجودة في العالم كله في كل بلد عربية يكون في نسبة كبيرة من الزرع على قد ما يقدروا، لان ده بيساهم في تقليل الاحتباس الحراري، ودي مشكلة كبيرة جدا بنواجهها. فان شاء الله يعني اي حد بيصمم يراعي ربنا ويحط اكبر كمية يقدر عليها من الزرع، حتى لو حطها في السطح، حتى لو حطها في الشوارع، تبقى ايه حاجة الناس تدعي له. جربوا الفكرة بتاعت جوجل مابس دي، هتعجبكم جدا يعني، هتشوفوا أماكن كتيرة عمركم عمرنا ما شفناها.